عنوان الحلقة: ماذا ستفعلان؟ السابع من شهر آب، السماء صافية، حتى القنافس تغني للاحتفال بهذا اليوم. يا له من يوم مشمس ورائع. لماذا تثير الضجيج منذ الصباح؟ هذا لأن اليوم هو يوم ذكرى ولادتك، صحيح؟ وهل ستهديني قالب حلوى يا دورايمون؟ أعلم أنك سعيد بهذا، ولكن إن لم تسرع فستتأخر. بدأ دوام المدرسة. هل حظي الجميع بأوقات ممتعة؟ أجل! أنا سعيد جدا لأنني رأيت وجوهكم جميعا وأنتم في صحة جيدة. لا تنسوا أن تعملوا بجد على الواجب الصيفي لهذا العام. حاضر. ما الذي حدث معك؟ جربت الأمر وأظن أني في حاجة إلى مزيد من التدريب. ستتمكن من ذلك؟ ترى عما يتحدثان. أجل، صحيح. مرحبا شيزو. استمعي إلي، اليوم هو نحن نعتذر منك يا نوبي. أريد أن أتحدث إلى شيزو في موضوع ما، لذا سنذهب قبلك. لنسرع. هيا أخبرني ما الأمر يا إس. ما الأمر؟ في المرة الثانية لم ينجح، وفي المرة الثالثة النتيجة نفسها. هذا غريب، وماذا فعل؟ حاولت ثانية. يتحدثان ويضحكان معا، هناك شيء ما. حقا؟ أجل، أنت ولد متميز. عما يتحدثان كل هذا الوقت؟ أصبحت واثقا بأني قادر على صنعه بإتقان يا شيزو. أنت تستطيع القيام بكثير من الأشياء. أراك لاحقا يا شيزو. إلى اللقاء. انتظريني يا شيزو. ما الأمر يا نوبي؟ السابع من آب، هل تعلمين ماذا يصادف تاريخ اليوم؟ السابع من آب؟ مر يوم البحر في شهر أيلول، وليس يوم احترام المسنين أيضا. ترى ماذا يصادف تاريخ اليوم؟ أنا في عجلة من أمري، أراك لاحقا. شيزو نسيت تاريخ يوم ولادتي، مشكلة. إنه أمر مهم يا شيزو، انتظري. مستعجلة. هل يمكنني أن آتي للعب معك اليوم؟ أنا آسفة، لا أستطيع اللعب اليوم. لا أستطيع أن أصدق ما سمعته، أهكذا يعامل الناس بعضهم بعضا؟ لماذا لا تريد شيزو أن تلعب معي؟ ماذا فعل؟ هذا أمر غريب حقا. لقد عدت يا دورايمون. أين هي؟ لا أجدها. الجميع يقسون علي، لم يقبل إيس وشيزو أن أرافقهما في طريق العودة. ليست هنا. أتسمع ما أقوله يا دورايمون؟ هاي دورايمون. دورايمون، هاي، هل تستمع إلي؟ انتظر قليلا، لدي قضية تحقيق جدية. قضية تحقيق؟ أظن أنها كانت تلعب مع ساسكي. ساسكي؟ هل هناك أحد يدعى بهذا الاسم؟ لم أتمكن من العثور عليها، إذن ليست في هذا المنزل، سأبحث ثانية. المنزل الوحيد الذي لم أبحث في داخله في هذه المنطقة هو منزل السيد ناباشيما. مع أني لا أظن أنها هنا، فالسيد ناباشيما يكره القطاط. من الذي تبحث عنها يا دورايمون؟ لقد اختفت مي ولم أجدها. القطة مي، عرفتها. سأبحث في هذه الغرفة للتحقق إن كانت هنا. إنها ليست هنا. ها هي ذي، وجدتها. هذا فظيع، لن أسامحه. انتظر، سأريك يا ناباشيما. لماذا غضب هكذا؟ ترى ما الذي رآه هنا؟ لقد تم القبض على مي؟ ها قد وصل دورايمون الآن. احذر. انتبه، فعلها.
لقد أمسك بها. أهرب يا دورايمون. دورايمون الشجاع، أحسنت العمل. هذه أداة للتجسس على المنازل. وجدتها. حسناً، سأقوم باختلاس النظر إلى منزل شيزو كي أرى ما الذي كان يخططان لفعله. أظن أني أفهم طريقة استعمال الآلة. الزر الأزرق لبدء التشغيل. هذا المقبض الأحمر يحدد الاتجاهات والمنطقة، وهذه خريطة منطقتنا. سأقوم بتحديد منزل شيزو. هذا منزل شيزو. ترى في أي غرفة ستكون؟ سأبدأ بالبحث عنها في الحال. وما شأني بالحمام؟ ما هذا؟ ما بك يا دورايمون؟ لما الصراخ؟ ليست آلة للتجسس على المنازل. إنها آلة البحث المحدود في الزمن، وهي للبحث ودراسة الأماكن الخطيرة التي لا تستطيع الذهاب إليها كالبراكين وأعماق البحار. لذا يا نوبي لا تستعملها لأشياء تافهة. دورايمون، لدي سبب مقنع لذلك. لم أقتنع. أرجوك يا دورايمون، لن أدعك تستعملها. أرجوك استمع إلي فقط، سأشرح الأمر لك، عندها ستعرف ما هو السبب. إي؟ هذا ما فعله إيس وشيزو معه؟ إن بقيت على ما هي عليه فقد ينسى إيس وشيزو صداقتي، وأنا أخاف في المستقبل أن يتعرف حفيداي على أصدقاء مثلهما يا دورايمون. قل لي ماذا علي أن أفعل لك الآن يا نوبي؟ لذلك عليك أن تساعدني كي لا يحدث هذا الأمر السيء. هل فهمت الأمر؟ أجل لقد فهم. وصل إيس إلى منزل شيزو. اسمع، هذا الأمر الخطير سيكون نقطة تحول في حياتنا. هل فهمت؟ أشعر أن هناك خطأ ما. أظن أن لديهما أسبابا مختلفة، ولكن يا نوبي بعد الذي قلته ليس باليد حيلة. لا أستطيع أن أتركك وحدك. ماذا؟ إنهما يقومان بكتابة وظيفة الصيف مع أنهما كانا يتحدثان عن شيء لذيذ. لأنهما شخصان مجدان ويهتمان بدروسهما وليسا مثلك يا كسول. إذن هذا ما يفعلانه. أريد رؤية ما يكتبانه في الوظيفة أيضا، ألا يمكنني أن أقرب الصورة؟ بلى، قم بتدوير قبضة المنظار. أنت محق، أصبحت الصورة واضحة. رائع، أستطيع الآن رؤية وظيفة إيس بوضوح. 425. مؤلم. اعتمد على نفسك لحل الوظيفة ولا تسرق مجهود أحد. حاضر. لقد خرج من الغرفة. إلى أين ذهب؟ ترى في أي غرفة هما؟ هنا، هنا. إنهما في المطبخ. ما هذا؟ يبدو أنهما يصنعان الحلوى. لقد فهمت الأمر، إنهما يقومان بصنع الحلوى اللذيذة. أيعقل أن يصنعا حلوى لذيذة ولا أكل منها شيئا؟ أنا لا أحتمل هذا. لهذا لا تريد شيزو أن ألعب معها اليوم. تريد صنع الحلوى ولا تطعموني منها شيئا. كيف أرجوك لا تبكي يا شيزو. الفوضى عامة المكان. لا بأس بهذا. لماذا قمت بهذا التصرف السيء؟ فيما تفكر؟ ما هذا؟ لقد أعاد جمع الأشياء وبدأ بصنع الحلوى ثانية. إنه حزين. حزين لأنهما سيتناولان الحلوى ولن أتناولها. هذه أنت يا شيزو؟ نرجو لك عاما سعيدا يا نوبي. عاما سعيدا يا نوبي. أشكرك يا شيزو،
أشكرك يا إس. لقد قمنا بصنع قالب الحلوى لأجلك. لأجل هذا كنتما. نعتذر لأننا أخفينا الأمر عنك، أردنا أن تكون مفاجأة، تفضل. أشعر بالإحراج، لا أستطيع النظر إليهما. لا تظن بأصدقائك سوءا. شكرا جزيلا. عاما سعيدا. ما رأيك في الحلوى يا نوبي؟ إنها صغيرة ولكن طعمها رائع. إنها لذيذة جدا. أنا سعيد لأنك أحببتها. بالهناء يا نوبي. وأنا أيضا. لذيذة. نعم إنها لذيذة، لم أتذوق مثلها في حياتي.